وفي تعز أيضا، حيث أقام مجلس قيادة صوت الثورة مهرجانا تكريميا لعدد 1000 جريح من فئة المبتورين والمعاقين من جرح الجيش الوطني. وقال وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي لقناة يمن شباب: إنه لشرف عظيم وواجب محتم إيلاء هؤلاء الجرحى جل هذا الاهتمام وتوفير سبل الرعاية والعناية لهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، مضيفا أن هذا المهرجان يأتي كلوحة جميلة تقدس تضحيات الجرحى الجسيمة وتبجل نضالاتهم ضد عدوان ميليشيا الإجرام الحوثية التي شنتها على الشعب اليمني. أحيي وأهنئ أبناءنا الجرحى بهذا التكريم المبارك، وحق علينا جميعا أن نقف وقفة إجلال لتضحياتهم ونرسم لوحة الحب والثناء والعرفان لكل جريح ولكل مقاوم، ونعاهدهم بأننا على دربهم ماضون وعلى مسار إخوانهم الشهداء سائرون وفاء لتضحياتهم حتى ننتصر لقضيتنا ومشروعنا الوطني ودولتنا الاتحادية، ونرفع علم بلادنا على كل شبر من ترابها.